حبايبي الحلوين الصغيرين، النهاردة هنرسم مع بعض شخصية مانيون، يا رب تكونوا بتحبوها. وهنرسم تاني أشكال تانية كتير، فيديوهات تانية بإذن الله، وهقول لكم مين اللي كان بيشارك معايا في التلوين النهاردة. بس ما تنسوش، مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل، ولايك وشير الفيديو بسرعة، سيبوا لي كومنت وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنبتدي نرسم مع بعض. اول حاجة هنبتدي نرسم طبعا بالقلم الرصاص زي ما دايما متعودين، وبخط خفيف على قد ما نقدر. هنرسم شكل بيضاوي كده طويل شوية، وهنشوف بقى احنا عايزين المينيوم بتاعنا نرسم له عينين ولا عين واحدة، ونقرر احنا هنرسم ايه. انا هنا هرسمه بعينين. نبدأ نعمل كده دايرة كبيرة وجنبيها دايرة كمان كبيرة، وهنحط كل جوه كل دايرة من دولة دايرة تانية أصغر شوية عشان دي تبقى النضارة بتاعته. بعد كده هنبدأ نرسم النني بتاعه أو العين بتاعته من جوه كده صغننة، وبعدين بقى نحط مكان النضارة كده. أنا حاسة إن ده عايز يتخن شوية، هتخنه كده حتة بسيطة عشان أقدر أكمل النضارة بتاعته. بس كده عايزين، وممكن بقى نعمل له هنا شوية شعر كده خطوط بس طالعة لفوق. نرسم بقه، هقربها لكم شوية برضو عشان نشوف احسن. نرسمه هنا مكشر شوية، لو انتوا عايزين ترسموه بقى بيضحك مفيش اي مشكلة، البق هيبقى مرفوع لفوق لو بيضحك. نبدأ بقى نعمل اللبس اللي هو بيلبسه، بيقول لابسين كده حاجة زي السلوبيت أو السوت كده، ونمسح بس الخط ده عشان ما يلخبطكوش. عارفين حرف الجي كأننا عاملين جي من هنا وجي من الناحية التانية مقلوبة، وبعدين نعمل خطين من هنا كده اللي هي الحمالة بتاعت السلوبيت، ونفس الكلام من الناحية التانية، ونحط فيهم من هنا نعدلها بس كده. هنحط من هنا زرار ومن هنا زرار، ونعمل خط من هنا وخط من هنا، يبقى كده فاضل لنا كمان الجيب. نرسم بقى الايد نازلة من تحت الحمالة من هنا خط كده بس، ونقفله. نبدأ نعمل كف الإيد وصباع، ومن الناحية التانية نفس الكلام بالظبط. ونبدأ نعمل الرجلين، كده خلصنا. نتأكد ان كله تمام وكله زي ما احنا عايزينه. نبدأ بقى نجيب القلم الحبر بتاعنا ونحبر الرسمة كلها. هنمشي على الرصاص كله بنفس بالقلم الحبر او بقلم فلوماستر اسود زي ما تحب. بعد ما عملنا القلم الحبر كويس ومسحنا، نبدأ بقى نلون. طبعا زي ما بقول لكم كل مرة لازم نلون بالراحة وعلى مهلنا، انا هنا اللي مسرعة الفيديو لكن انتوا لونوا براحتكم، وشوفوا درس ازاي نلون صح تاني لو ما شفتهوش قبل كده. التلوين الكويس هو اللي بيخلي رسمتنا بالاخر شكلها كويس. انا هنا يوسف ابني حب ان هو يلون معايا، فبدأ يلون معايا. هو بيلون بقى بالاصفر وانا بلون بالازرق عشان نخلص بسرعة والفيديو ما بقاش طويل عليكم.
وهو كمان بيبلغكم ان هو بيحبكم قوي ونفسه ان انتوا تشوفوا رسوماته. قريب ان شاء الله هبقى انزل لكم رسوماته هو واخوه. وطبعا برضو يعني اخو احمد برضو حاول ان هو يلون معانا، بس الموضوع كان هيبقى زنقه قوي فما نفعش بقى، قمت كفايه كده. وبكده نبقى خلصنا الرسمة بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة بالنسبة لكم. ونسينا بس العين هنا نلونها كده، نبقى خلصنا. ما تنسوش بقى اللي مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل، ولايك وشير للفيديو ما تنسوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وسيبولي في كومنت رأيكم في الفيديو، او لو حابين نعمل شخصيات تانية من شخصيات المينيونز اكتبولي كمان. واستنوني انا هستناكم فيديوهات تانية كتير ان شاء الله.